السلام عليكم ورحمة الله، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم على خير. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا بغيت نشارك معكم هذا المفرش. هذا المفرش البسيط هانتوما، كيف ما كتشوفوا الخدمة ديالو كتبدا بنصف عمود وهنا عمود بثلاث لفات كيف ما كتشوفوا. وهنايا غنحتاج لصق اللي من هذا النوع هذا، واللون كيبقى لي الاختيار على حساب كل واحد. انا اختاريته هنا في هذا الفدي، نتوما تقدروا ديروه في اي لون بغيتو، مش مشكل. وهنايا غنحتاج الكروشين المره رقم جوج هانتوما باش غنخدم بهذا الخيط هذا ديال الصوف. وكذلك غنحتاج الكروشين المره رقم 12 هانتوما رقيق باش غنخدم به هذا السقلي هذا كيف ما كتشوفوا. وكذلك غنحتاج الخيط على جوج ديال الشعرات هانتوما. مهم خليكم مع الطريقة. غنجيب الكروشي وغنجيب الخيط وغادي نخدم. أول حاجة هنا غنخدم عقدة البداية هانتوما، غادي نخدم عقدة البداية. من بعد غادي نخدم 30 سلسلة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. من بعد ما خدمت 30 سلسلة هانتوما، غنزيد سلسلة واحدة أخرى فحال هاكا، وغنجي لهاد السلسلة اللي هنا وغادي نخدم نصف عمود فحال هاكا هانتوما. نبقى غادي بنفس الطريقة، هاد السناسل كاملين اللي عندي، هاد النسلات كاملين غادي نخدمهم نصف عمود هانتوما بحال هاكا كيف ما كتشوفوا، كاملين نخدمهم. المهم انا نكمل هاد السنيسات اللي بقاو عندي كاملين نكملهم ونرجع معكم هانتوما. من بعد ما خدمت هاد نصف عمود هانتوما الخدمة كتجيني فحال هاكا. وصلت هنا في الأخير غادي ندير سلسلة فحال هاكا واحدة، ونقلب الخدمة ديالي كذلك غنبقى غادي بنفس الطريقة. يعني كل سلسلة هانتوما كل سلسلة غادي نخدم فيها نصف عمود فحال هاكا هانتوما. هاد السلاسل كاملين، هاد السنيسلات كاملين اللي عندي هنا غادي نخدمهم بنصف عمود فحال هاكا كيف ما كتشوفوا هانتوما بهاد الطريقة هادي هاكا صافي. نبقى غادي بنفس الطريقة، نبقى غادي بنفس الطريقة حتى نخدم العرض اللي بغيت هانتوما، خدم الطول اللي بغيت وكذلك العرض اللي بغيت ونرجع معكم. كيف ما كتشوفوا من بعد ما خدمت وخديت القياس اللي بغيت هانتوما الطول اللي بغيت وخدي المهم الطول اللي بغيت والعرض اللي بغيت هانتوما كيجيني قد هاد الشكل هذا بحال المهم يكون قد هاد المربع هذا عندي صافي. من بعد هانتوما المهم انا اكتفيت بهذا القياس هذا كيف ما كتشوفوا، اكتفيت بهذا القياس هذا وغادي نكمل الخدمه ديالي وغنوريكم كيفاش غنخدموا هاد الوريدات هادو او هاد التضريس هذا هانتوما. غنجي لهنا غادي ندير أربعة ديال السنيسلات، واحد جوج ثلاثة أربعة كيف ما كتشوفوا أربعة ديال السنيسلات. من بعد غندير هانتوما
انا عندي هاد الدوره الاولى الثانيه الثالثه، غنجي لهاد البلاصه هنا هانتوما، غنخشي الخيط بحال هكا وغادي نخرج الخيط من هاد الدوره الاولى، الدوره الثانيه، كذلك الدوره الثالثه، وهنا غيبقاو عندي جوج نيزلات غنعاود نخرج منهم الخيط. غنعاود نفس الخدمه هانتوما، واحد جوج ثلاثه، وفي نفس البلاصه غنعاود ندير نفس الخدمه هانتوما، نفس الخدمه غنعاودها، واحد جوج ثلاثه، وفي نفس البلاصه غنعاود ندير نفس الخدمه هانتوما، واحد جوج ثلاثه، وفي الرابعه كنجمع هاد العوينات اللي عندي بحال هكا. كذلك هنا غنديرها ست ديال المرات، عندي هنا واحد، عندي هاد ربعة سنيسلات هما الأولين، عندي هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، كذلك هنا واحد جوج ثلاثة، وفي نفس البلاصة غنجمع الخدمة ديالي هانتوما، واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة، وفي نفس البلاصة غندير نفس الخدمة بحال هكا هانتوما. صافي، هنا غندير السلسلة الأولى الثانية الثالثة هانتوما كيف ما كتشوفوا. هنايا في هاد الخدمة هانتوما كنقز هاد البلاصة هنا ونجي لي حداها هانتوما. دابا أنا هنا كيف ما كتشوفوا غنقز هادي وغنجي لهنا، غنجي لهاد البلاصة هادي هنا، هنا غنجي لهاد البلاصة هانتوما، غنجي هنا وغندير منزلقة أو غرزة حشو، ونطلع بربعة سنيسلات، واحد جوج ثلاثة أربعة، ونعاود نفس الخدمة، واحد جوج ثلاثة، ونجي لهنا غندير نفس الخدمة، واحد جوج ثلاثة أربعة، كذلك واحد جوج ثلاثة، وفي نفس البلاصة غنعاود نفس الخدمة غادي نعاودها، واحد جوج ثلاثة أربعة، كذلك واحد جوج ثلاثة، وفي نفس البلاصة ويمشي بنفس الطريقة حتى نخدم ستة هانتوما كيف ما درت هنايا. هانتوما عندي هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، كذلك هنايا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. المهم نكمل كيف ما كتشوفوا هنا، خدمت هنا، كذلك غنقز هادي وغنجي لهنا، نبقى غادي بنفس الطريقة. المهم نكمل الخدمة ديالي ونعاود نرجع معاكم. من بعد ما خدمت هانتوما كتجيني بهاد الطريقة هادي بحال هكا، الخدمة كتجيني بحال هكا. من بعد وصلت هنا في الأخير هانتوما، هنا عندي ثلاثة ديال السنيسلات، غنجي لهنا لهاد البلاصة هنا لهاد السنسلة، وغنسد بغرزة منزلقة أو غرزة حشو أو منزلقة. من بعد غنطلع ثلاثة ديال السنيسلات هانتوما، الأولى الثانية الثالثة، عندي ثلاثة سنيسلات، وغنجي لهاد الفراغات الوسط هنا غندير عمود أول بحال هكا، كذلك غنجي لهاد البلاصة هنا. المهم في هاد الفراغات غندير كل فراغ غندير فيه عمود، هنا عمود، في هاد الفراغ هنا كذلك عمود هانتوما، وكذلك هنا عمود، وهنا غندير السنيسلة الأولى الثانية الثالثة، وغنجي لهنا لهاد البلاصة هنا وغندير غرزة منزلقة أو حشو، وكذلك نطلع بثلاثة سنيسلات وندير نفس الخدمة، يعني هنا كل فراغ غندير فيه هانتوما، هاد الفراغات كاملين اللي عندي غندير فيهم أعمدة، ونمشي بنفس الطريقة حتى نكمل هاد الخدمة عندي كاملة هانتوما. هاد الخدمة اللي درت هنا، هاد الأعمدة اللي درت هنا، غنديرهم في هاد المفرج ديالي كامل حتى نكملو. المهم نكملو ونرجع معكم ونوريكم كيفاش غندير لهاد السقل اللي هنايا في الجوانب.
كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملتها هانتوما كتجيني بحال هكا، كيجيني هاد الشكل بحال ديال الوريضه. هانتوما دابا غادي نجيب هاد السقلي هذا، غنجيب هاد السقلي هذا هانتوما هكا، وهنا عندي كروشي رقيق النمره رقم 12 هانتوما، وهنا غادي ندير عقدة البداية. هي عندي عقدة البداية، وغنجيب هاد الخدمة ديالي وغنجي لهاد البلاصة هنا في الوسط هانتوما، وندير هنا غرزة منزلقة أو حشو، وندير خمسة ديال السنيسلات، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة هانتوما، وفي نفس الوقت نعبرو. غنجي هنا لهاد البلاصة كذلك ندير غرزة منزلقة أو غرزة حشو، ونعاود خمسة أخرين. هنا عندي جوج ثلاثة أربعة خمسة، ونعاود نحسب المسافة هانتوما بحال هاكا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، ونحسب عاوتاني بحال هكا. ندير غرزة منزلقة أو حشو، نفس الخدمة تبقى تعاود. هنا عندي ثلاثة أربعة خمسة، ونجي هنا وندير غرزة منزلقة أو حشو هانتوما، كتولي عندي بهاد الطريقة. المهم نكملها كاملة ونوريكم الشكل النهائي ديالها. من بعد ما كملت هانتوما، هذا هو الشكل النهائي ديال هذا المفرش هذا. كنتمنى يعجبكم، وكنتمنى الشرح حتى هو يكون واضح. هانتوما هذا هو الشكل، وهذا مهم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلكم كل جديد. السلام عليكم.